بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. واية الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار والرياح على أغلب الأنحاء، في كمان انخفاض في درجات الحرارة بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات مئوية. هيكون في فرص أمطار متوسطة إلى غزيرة وقد تكون رعدية أحيانا على العلمين والضبع والإسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ، هتمتد مساء إلى شمال الدقهلية ودمياط وبورسعيد. في أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتي البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنافية، وهتمتد مساء إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس. في كمان أمطار متفاوتة الشدة تصل لحد سيول شمال ووسط سيناء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن أحوال الطقس النهاردة، وخاصة إن في كمان رياح وأمطار وعدم استقرار في الأحوال الجوية، وتم بالفعل تعطيل دراسة في محافظة الإسكندرية. بالفعل يمكن من مساء أمس بدأت سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وحتى الآن في تساقط الأمطار على بعض المناطق من الجمهورية، لأنه متوقع أن احنا نتأثر بحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة تأثرنا بامتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا. المنخفض ده متعمق بشكل كبير، يتزامن مع وجود امتداد لمنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط مع كتل هوائية باردة شمالية محملة بكميات كبيرة من الرطوبة، فده هيؤدي لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. والأهم عنصر فيها اليوم هو تساقط الأمطار، لأن كميات الأمطار اليوم هتكون أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على سواحلنا الشمالية محافظات شمال الوجه البحري، مرورا طبعا من الإسكندرية حتى يعني بحيرة كفر الشيخ الدقهلية دمياط بورسعيد رفح العريش. ايضا الامطار هتمتد للمناطق الداخليه، تشمل امطار متوسطه لبعض الاماكن من جنوب الوجه البحري، تمتد خلال فتره المساء الامطار المتوسطه والرعديه لمناطق من القاهره الكبرى ومدن القناه، وايضا تمتد امطار خفيفه المتوسطه على بعض الى اماكن من محافظات شمال الصعيد خليج السويس جنوب سيناء، نتيجه طبعا الطبيعه الموجوده في شمال وسط سيناء وبزارة الأمطار، ده ممكن يؤدي لتشكل بعض السيول في شمال وسط سيناء. ده العنصر الأول في الحالة الجوية. العنصر الثاني طبعا هو نشاط الرياح، لأن اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح سرعته ما بين 40 إلى 50 كيلومتر على الساعة في معظم محافظات الجمهورية. نشاط الرياح ده أول حاجة ممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة في محافظات شمال الصعيد شمال محافظة البحر الأحمر مدن القناة. أيضا نشاط رياح هيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، ارتفاع أمواج ما بين 3 إلى 5 متر في البحر المتوسط غير مؤهل تماما لأي أعمال صيد وملاحة بحرية وأعمال تنزه. بالإضافة كمان العنصر الثالث الموجود معانا النهارده هو انخفاض قيم درجات الحرارة، لأن متوقع اليوم انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدل من درجتين لثلاث درجات عظمى على القاهرة الكبرى، هتكون 24 درجة مئوية فترة النهار. أغلب محافظات الجمهورية هيكون فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة، والطقس هيكون طقس أشبه بالأجواء الشتوية اللطيفة فترة النهار. هل ده معتاد في الفترة دي من العام، خاصة على محافظة الإسكندرية اللي احنا يعني عارفين أو متعرف عليه إنها بتواجه عدد من النوات، هل دي نوة معروفة في التوقيت ده بالذات من كل عام؟ هو ده طبعا ده ميعاد نوه المكنسه، لكن احنا دايما في الهيئه العامه للارصاد الجويه مش بنتعامل بجدول النوات، لان دايما يعني بيبقى عندنا حالات جويه مختلفه التوزيعات الضغطيه بتبقى موجوده، هي دي اللي بنتعامل بيها، لان مش دايما بيبقى مع ميعاد النوه بيتزامن معه توزيعات ضغطيه مختلفه، فاحنا بنتعامل في الهيئه العامه للارصاد الجويه ب يعني التوزيعات الضغطيه المرتفعات او المنخفضات اللي بتبقى موجوده في طبقات الجو العليا او على سطح الارض، لان احيانا من خلال جدول النوات هنلاقي الحاله الجويه او الامطار ممكن تسبق ميعاد النوى او يعني تتقدم عن ميعاد النوى، النوات بتختلف من عام للتاني، وبعدين النوى بتبقى مختصه دايما محافظه الاسكندريه فقط مش باقي محافظات الجمهوريه، لكن احنا عندنا حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه دي بتشمل معظم محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد. طيب بالنسبه كمان للشبوره المائيه، هل كثيفه ولا قليله الفتره دي؟ هي الشبوره المائيه خلال ال 48 ساعه القادمه ان شاء الله مش هتكون موجوده معانا، لان احنا عندنا نشاط لرياح اليوم وغدا، لان حاله عدم الاستقرار موجوده معانا النهارده وبكره ان شاء الله ذروتها اليوم ومستمره معانا غدا الاثنين. نشاط الرياح اللي هيبقى موجود
مش هيساعد بشكل كبير على تكون الشبوره المائيه، لكن هتعود بشكل كبير من يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله، وتكون شبوره مائيه ممكن تكون كمان كثيفه على بعض الطرق، وخاصه الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. فبس هننصح كل الساده المواطنين لازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس، لان نشاط الرياح هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس، فلازم نرتدي الملابس الخريفيه او ملابس شتويه خفيفه. وطبعا مع سقوط الامطار وخاصه في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط لازم نبتعد عن انا بس السؤال الاخير لحضرتك متى تنتهي هذه عدم الاستقرار في حاله الاحوال الجويه ونرجع لطبيعتنا مره ثانيه؟ هي طبعا الحاله الجويه هتبتدي اليوم، يمكن ذروتها اليوم مستمره معانا غدا الاثنين ان شاء الله، ومع يوم الثلاث تبدا تستقر الاجواء مره اخرى، تبدا تقل فرص سقوط الامطار وتتلاشى او تنحصر في بعض المناطق الساحليه، وتعود تاني الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره، ويكون في استقرار في الاحوال الجويه، لكن هيستمر معانا انخفاض قيم درجات الحراره فتره النهار وفتره الليل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا بقى نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره في معظم محافظات مصر، وهبداها معاكم من القاهره والعظمى 24، الصغرى 17، العاصمه الاداريه 24 16، اسكندريه 20 17، العلمين الجديده 21 17، مطروحه 20 14، دمياط 22 18، بورسعيد 23 19، اسماعيليه 24 18، السويس 25 19، العريش 23 15، كاترين 18 7، طابا 24 20، حلايب 28 23، شلاتين 31 22، شرم الشيخ 31 21، الغردقه 30 20، الفيوم 25 15، بني سويف 25 14، الوادي الجديد 29 14، اسيوط 26 14، سوهاج 26 16، قنا 27 17، الاقصر 28 17، واخيرا اسوان 28 18. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس النهارده، لكن نخلي بالنا ان في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه وانخفاض ملحوظ في درجات الحراره، يا ريت نتوخى الحذر من الامطار وكمان ارتداء الملابس الثقيله خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. هرجع مره ثانيه لمحمد ومنى علشان نكمل معاكم فقره صباحيه مصر. شكرا لك دينا. شكرا.